يا فندم في تعسف، في تعسف على القبيل يا فندم، في تعسف على القبيل، في تعسف، فلازم يكون في قانون. امبارح 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 بس امبارح بس اللجنة الفنية لتعديل قانون العمل عملنا في من ساعة لجنة لإعداد لقانون عمل جديد عادل. بقول عادل لأن القوانين السابقة ظلمة، عملها خصومكم. القانون العادل دوت لجنة فنية من قضاة قاعدين على منصات الحكم في القضايا العمالية، واخد بالك؟ قضاة زائد أساتذة الجامعة، أساتذة التشريعات الجامعية الاجتماعية في الجامعات المصرية. اسمعي يا منى، منى ومنى ما يكلموش بعض عشان يسمعوا، عشان لو حد سألهم. اسمعوا، أساتذة الجامعية، أساتذة التشريعات الاجتماعية عملوا مشروع قانون. اسمع يا ابني عشان هتشارك بعد شويه. المسواده وحشه زي الزفت. وامبارح جبت مجموعه اخرى من المجموعه اللي ليها وجهه نظر معاكسه لهذه المسوده، وقعدنا طول النهار ووصلنا لمشروع مشترك بين وجهتي النظر هيسهل علينا اما اجي انزل في الحوار الاجتماعي اللي هيحضره ممثلي العمال وممثلي اصحاب العمل والحكومه، يبقى في على الاقل وثيقه تضمن حوار هادف، ليست وثيقه تبقى محل خناقات. فتم الوصول له ده، ولجنه الصياغه شغاله في الوزاره دلوقتي، وقريب سادعوكم جميعا في حوار اجتماعي لمناقشه قوانين العمل الجديده التي تجرم الفصل التعسفي. وزي ما في ماده في الدستور بتجرم الفصل التعسفي، احنا بنستبق الزمن وقبل اقرار الدستور، وفي ماده ملزمه في قانون العمل الجديد تحصر الفصل التعسفي وتجرمه وتوقع عقوبه على مرتكبه. انا ارجوكم ساعدوا معانا في هذا الحوار الاجتماعي اللي هيتم، وارجو ان يتم من خلالكم، وبالذات فيما يتعلق بحقوق المراه. ما انتوا شغالين على ايه؟ يعني سياستك يا كمال بنحاسب، يا كمال بنحاسب. بص تعالى تعالى، في لجنه